الماتيريال بتاعنا حاجات بسيطة جدا. هستأذن مخرجنا الجميل وفرسان التلفزيون المصري الأساتذة المصورين نستعرض الماتيريال عشان نتكلم ببساطة جدا. الشيف المغازي معروف عنه بساطة سهولة مرونة بتودينا في حتة تانية خالص اللي هي الرؤية والفن والإبداع. يعني مش لازم عشان أعمل سفرة كبيرة أكلف لي 5-6 آلاف جنيه مشتريات ولا 1000 جنيه خالص. معانا صدور فراخ إحنا جايبين بزيادة عشان العزومة عندنا النهاردة كبيرة، ومعانا عجينة الملفي قطعناها وسويناها في الفرن بالشكل ده كده، أو إنك تعملها على إيدك دقيق وزبدة. معانا شوية زيتون الأخضر والأسود منه، وكمان معانا طماطم شيرو صغيرة. عندك طماطم العادية مفيش مشكلة، بس هي الصورة عايزة كده. وجبنة موزاريلا ودورة صفرة مستردة، معجون طماطم، زبدة، بقدونس، طماطم وفلفل. أما التمر بتاعنا منوع في الحليب. أنا بس حابب أستعرض الماتيريال علشان لما نخش مطبخ من المطابخ العالمية يقول لك بقى يعني سن السكينة بقى وجيبي على الجواز شنجل والجو ده خالص، وانت قاعدة في مصر من الدنيا زي الباشا كده، بتفتحي بتشوف القناة الأولى بتعملي أي أكلة نفسك فيها. هي دي البساطة والسهولة. هعمل الفوكاشيا، إخواننا الطلاينة شطار في عمايلها قوي، ما بنعرفش نفصل بينها وبين الكيكة الإسفنجية. مقاديرها على الشاشة، فوكاشيا بالطماطم والزيتون عبارة عن 4 كوب من الدقيق، بياخدوا من الزيت زيتون 1/2 كوب، روزماري، طماطم، خميرة فورية، بيكنج باودر، بيضة بنخفقها جيدا مع الزيت ونقلبها مع العجينة، يا إما نعجنها بمقدار مية دافية يا إما بحليب، عايزاها دسمة حط عليها حليب. الطلاينة بيعجنوها بيا مغازي بالمية الدافية. حلو الكلام. معانا الروزماري بقى بتاعنا ده أساسي فيها. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض إزاي. حلو قوي. عشان أعجن العجينة دي وتاخد مرحلة التخمير هنقعد للصبح ولا هيكفينا 3 ساعات للأمانة. يعني رقم 1 هنعجن العجينة، وبعد ما نعجنها تتخمر، وبعد ما تتخمر نفرتها في قلب الصينية، وعشان تطلع بالشكل اللي باين على الشاشة قدام حضراتكم والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها محتاج من الطايم تقريبا 1 ساعة إلا ربع عشان تاخد مرحلة التخمير اللي حضراتكم شايفينها دي كده. لازم أوصل لمرحلة التخمير دي تعلى الصينية. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ بنحط زيت زيتون وبنفرد العجينه وتكون معانا بالشكل ده كده. حلو الكلام. حلو الكلام. اعمل ايه يا شيف؟ باجي كده في الاطراف وباصابع ايدي كده بعمل الحركه الجريئه دي. تاني. فوكاشيا، صينيه الفوكاشيا. كل مطبخ في العالم مشهور بحاجات لطيفه وجميله. طلعنا مشهورين بالفوكاشيا والباستا، الفرنساويين شوربة البصل واللي تشيكن سوبريم اللي هعمله دلوقتي، اخواننا الالمان الطيبين الحلوين مشهورين بالبايلا. ليا صديق اسمه عبد الله في المانيا كلمني مكالمه تليفون قال لي مغازي، قلت له نعم، قال لي انا بحبك هنا وبتابعك على القناه الفضائيه. طبعا القناه الفضائيه متشافه عنده. قال لي نفسي اكل بايلا من ايدك بطريقه سهله، باكلها في المطاعم هنا بحس ان هي ملخبطه كده وصعبه في عمايلها. انت معروف عنك البساطه والسهوله، فدي شهاده المانيه انا افتخر بيها، فهعملها لك يا عم عبد الله ان شاء الله. خدنا العجينه اللطيفه عملناها بالشكل ده كده، شايفين الاخرام اللي موجوده ديت؟ انا عايز الشكل ده. تاني. حلو قوي. الاطراف عايزها كده، الاطراف دي انا عايزها كده، انا بحب الطرف ده مقرمش كده. هحط عليه دلوقتي زيت زيتون وروزماري ويبقى مقرمش ومحمص. هنقول هنشوف نعمله مع بعض ازاي. هخلي العجينه دي على جنب. حلو قوي. تمام. تاني، مقادير العجينه شفناها على الشاشه، 4 كوبايات من الدقيق. انا عارف كله دلوقتي عايز يسال العجينه دي اتعملت ازاي عشان نوصل للشكل اللي هي خلايا النحل دي. حلوه. وتاني، 4 كوبايات من الدقيق، بياخدوا معلقه خميره فوريه، بياخدوا معلقه سكر، ونحط السكر على الخميره عشان نشوف الخميره بفعل بصحه وعافيه ولا لا. فاره الخميره مع السكر تبقى الخميره بعافيه مش مركونه واخده رطوبه. بعدين بنقلبهم مع العجينه بزيت الزيتون ونحط رشه ملح صغيره مع التقليب. بنخدم على العجينه يا اما بميه دافيه يا اما بحليب اختياري، دي عجينه بميه دافيه. وبعد كده بنسيبها تتخمر مرحلة أولى، المرحلة التانية بنحطها في صينية ونفرتها ونسيبها ساعة زمن، عشان نوصل للشكل ده بقالنا 2 ساعة فيها. حلو الكلام؟ أنا صريح وواضح. تعالوا مع بعض نعمل الحشوة، عايزها بإيه يا شيف؟ بالدجاج ولا بالجمبري؟ بالطماطم الشير الصغيرة الحلوة دي كده والزيتون زي ما إحنا حابين، دي طماطم شيرة زي الفل. تمام. بناخد من الزيتون عندنا زيتون بيتباع عند البقال نوعين من الزيتون، زيتون بتلاقي فيه نوايا وزيتون بتلاقي فيه جزرية من جوه. تجيب الزيتون اللي جواه جزرية بدل النوى. عشان النوى ما ينفعش هنا. هناخد الزيتون ده كده اللي فيه الجزر ده كده ونطحها كده.
دي بقى عملتيها بتقعد عندك اسبوع في البيت في المطبخ يعني، الاولاد ياكلوا منها كانها كيكه، بس طبعا ايه من الحوادق يعني، من مدرسه الحوادق. الزيتونه بقطعها نصين كده عشان يبان جمالها من جوه. ما لقيتيش الزيتون ده هاتي زيتون خالي النوى مفيش مشكله، بس يفضل الاخضر. وعلى فكره دي بتريحك الصبح، ولادك رايحين على المدرسه بياخدوا شريحه منها لطيفه حلوه مع علبه زبادي تبقى اتعشت مع كوبايه شاي، كوبايه عصير من اللي هعمله دلوقتي، عصير التمر باللبن، الروزماري ينزل على الخلطه دي كده. لازم فوكاشيا يعني حاجتين، روزماري وزيت زيتون عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. والروزماري يتغسل، ما تجيبوش من عند الراجل الفكهاني وتحطيه وخلاص، تنعفي شويه ميه حلوين كده عشان الاتربه ويبقى نضيف معانا. خلي بالك ما تقوليش البقدونس لا خالص، هو لازم يتغسل. ميه ساقعه تحطيه في الثلاجه تستخدميه وقت ما انت حابه، ده الروزماري عليها. حلو قوي، معانا زيتون اسود كده، الجمال في ثمار الزيتون الاسود. شويه بقدونس. ايه اللي بتعمله ده؟ دي طبخه ولا فوكاشه دي؟ ما اصبر على رزقك يا حاج، الله يرضى عليك. فص توم محترم، توم ني، اوعى تحط توم باودر ملوش مكان بينا. معانا زعتر بري، بفرح لما اشوفه عند الراجل الفكهاني. والله العظيم اول حاجه بجي على طول اديني حاجة طبقين منه واخليهم عندي في المطبخ، نشف هستخدمه وهو طري هستخدمه، فكده شغال وكده شغال. ادي الزعتر حلو، بصلايه مفرومه الناعمه حلوه، ونغرق كل ده يا عم الشيف زيت زيتون. انا عارف بتقولي في سرك دلوقتي زيت زيتون. كتير يعني، لغايه لما المخرج يقول لي بس، ما قلتليش بس زيت الزيتون هيوصل لغايه عندك وانت قاعد في الكنترول. هحط يعني احط اهو. كفايه بقى يا عم، قول لي كفايه بقى. حلو. رشه ملح صغيره، وترفع ايدك من الملح لان الزيتون ملح هنا، مش هحط ملح. فلفل اسود كده عشان الطماطم اللي موجوده هنا دي كده يبقى لها طعم. ونقلب الخلطه دي يا مغازي كلها مع بعضيها، ونشوف هنحطها ازاي على عجينه الفوكاشيا. بابريكا، بابريكا اللي انا حطيتها دي، انت عارف ايدي على طول بتروح على البابريكا. تاني ايه تاني يا شيف؟ ده هو ده طماطم شير صغيره. عندك طماطم مجففه البرطمان قد كده بيعمل له 50 60 جنيه مش عارف ليه، منقوعه في زيت زيتون، وليه ناكل؟ طب عندنا الطماطم زي الفل اهي ماشي. طماطم شيري كنا زمان بنتصور جنبيها كده فوتوسيشن، طماطم شيري دلوقتي عند الفكهاني عند البقال في السوبر ماركت، المشروم الافوكاتو الحمد لله كل حاجه موجوده باسعار متفاوته. اللي عايز بيلاقيها، اهم حاجه ان هي موجوده. ناخد الحشوه دي يا عم الشيف. وانا بحطها كده اضغط بيدي، خلي بالك. الضغطه دي مهمه، مكان ما ايه ما حطيت صوابع ايدي في العجينه. لا يا فاروق، فطير مشلتت يا عم، انت بتهزر؟ ايه اللي جاب ده لده يا عم؟ ده فطير مشلتت ده موضوع بقى، ما تغلطش عشان الناس في الصعيد دلوقتي بيشوفونا والريف المصري. الله العظيم عيب، دي فطير فوكاشيا طرياني، انما الفطير المشلتت ده حاجه ثانيه، ده العمده بتاعنا. حاضر يا فندم. وطبعا هدخلها الفرن، ما انا هجيبها عندك يعني، ده الطبيعي يعني. ايه اللي دخلها الفرن ونطلع فاصل؟ ماشي حبيبي. حبيب والدك لسه حط زيت زيتون ما تقلقش، دي بص البطل فيها زيت الزيتون. زي ما هي، انا عايزك تدلعها على الشاشه كده، عايزه تتكلم مصري. اي نعم الطلاينه بيعملوها شطار في عمايلها زي ما احنا شطار في الفطير المشلتت، هم شطار كمان في الفوكاشيا، بس دي لازم على الشاشه تاخد حقها عشان ما ازعلش. عشان انا تعبان في العجينه دي بصراحه يعني. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنغرقها زيت زيتون ونحط على اطراف العجينه زيت زيتون، خلي بالك. بسم الله الرحمن الرحيم، لان العجينه تشرب زيت الزيتون ده. دي تتميز بالروزماري وزيت الزيتون عشان ما نزعلش من بعض. ولا هتشوفي له اثر بعد كده. عامله زي الكبه بالصينيه، اخواننا السوريين واللبنانيين، السوريين اكتر حد يعملوها كبه بالصينيه، يعني برغل، يعني هبره، يعني بصلايه، يعني شويه قرفه،
تتعجن العجينه وبعد كده نعملها بالصينيه. دي في درجه حراره الفرن عندي كام؟ 180. تصلى على الحبيب عشان قلبك يطيب، تتحط في ارضيه الفرن. دي الفوكاشه، بص عليها نظره الوداع. ايه ده؟ تتكلم مصري بمكوناتها كلها. اقفل يا سمسم. الفوكاشه بتناديني. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ لسه يا طيب. ناخد الشبكه دي كده عشان دي نظبط النار عليها. تشوفوها قبل ما اقلبها. الله، اهي بص لي عليها بصه كده يا حبيبي. انا عارف، اهي شفت زيت الزيتون. سامعين الصوت بتاع العجينه؟ شايفين الاطراف حلوه ازاي؟ سر العجينه دي التخمير بتاعها والتسويه. هناخدها زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. ابا لا، مش تاخد جبنه دي خالص والله. بص، البعض بيحط عليها جبنه بارميزان مبشوره، انا مش هحط. حلو. بص على الفوكاشه، مش حرمك من حاجه انا. شوف التفاصيل، الطماطم الشيري بتاعتنا، روزماري، زيتون اخضر، حابه تحط دجاج اختياري، حابه تحط جمبري اختياري، حابه تحط سجق بلدي اختياري، حابه تحط مجانك اختياري. طلعها ولا لسه؟ طلعها. اللهم صل على النبي. ابا الله الله. تقول لي طلينا؟ هيلفوها كده الطلينا؟ صدور الفراخ. هتجيب ايه ولا ايه؟ اهو كاميرا تطلع من ايطاليا خش على فرنسا. حلو. تعالوا مع بعض نشوف موضوع السوبريم وصل لفين.